هات ست العرايس صفوها على الكوشي فوق، وصفوها لحلى عريس وبزين وما في مخلوق. اي ومشان شال بذهبها عروستنا محلاها، ويخلف على اللي اعطاها. هو ماني سامع صغاريت من عمات وخالاته، من صغاريت وين او خاله تكوي للقميص وعمت الصف بدلاته. هو علان اللالالاله والعالي فالزواج سنة الله في خلقه، حتى التزاوج تتفق فيه كل الحيوانات والإنسان والطير والنبات، لكن الإسلام العظيم يأبى أن يكون الزواج تلبية للمريضة وحدها، ولكنه في الوقت نفسه أحاط الزواج بالمشروعية، بأن يكون هناك إيجاب وقبول وأن يكون هناك إشهار للزواج. ورب العزة رفع من سوية الزواج بأن جعله آية من آياته وسبيلا للمودة والرحمة. رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم حض على الزواج فجعله واجبا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وجعله سنة. الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وجعله متعة. الزواج متعة، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. أخي الكريم أبو محمد، لي ابن أختي، وقد عرف أبناء خواتي أنهم ربي
على الخلق والأدب والدين. وأحمد ممن أحب، مع أنه أنا بحبهم كلهم، فأحمد ممن أحب، أحمد الصالح العلي الموسى من الزارف، وبعدين بعد الحمدان وقع خياره على طيبين لأنه طيب، وقع خياره على كرام لأنكم كريمون، وقع خيارهم على إحدى فلذات أكبادكم، ربي في بيت العز وتأمل أن تنتقل إلى بيت عز وبيت كرم وكرامة إن شاء الله، وقع خياره على نور محمد الأحمد الحافي، كلنا أمل إن شاء الله أن نكون سترا وغطاء، أن نكون بيت محبة لها، جئناكم خاطبين، نتمنى أن نعود فرحين كما جئنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا مسلمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله الذي أحل لنا الزواج والنكاح وحرم علينا الزنا والسفاح، القائل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والقائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسرا، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام عليه. فمثل ما قال معالي الدكتور معالي الرئيس الوزراء الزواج سنتي فمن طلب عن سنتي فليس مني، وقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا متكي على الله أحد. بداية نرحب بمعالي دولة رئيس الوزراء، اسمح لنا يعني ما هو احنا مش متعودين، وانا انا موافق على بتقول ومصافي عليه بالضبط حبيبي. نرحب بالجهة الكريمة جميعا، نرحب بأهل بلدة الصريح، وعلى خصوصا أهل الروابدة، وبعريسنا الكريم إن شاء الله تكون ابن حلال وخير بركة. ونرحب بالجهة المستقبلة أيضا كل من باسمه. أما بالنسبة إلى طلبكم فنقول إنها نور، إن شاء الله تكون نورا في بيت زوجها، فهي المؤدبة الطائعة المهذبة المتعلمة، ستنتقل من ذمتنا إلى ذمته، ومن مسؤولية ورعاية والدها إلى رعايته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع بينكما على خير، وأهلا وسهلا وأمر الفاتح. قوم أهل بينا خير عريسكم.